يعني تخفيضات قصر الأواني يمكن 3 أو 4 أيام، وأنا الصراحة ودي أعلمك عن هالطاحونة بما أن عليها خصم. طبعا أمي تستخدمه، أنا والله ما قد استخدمته. تعرفون يقول لكم أهل مكة أدرى بشعابها، هي أهل البهار وتسوي بهارات، علشان كذا هي تعرف وش الطاحونة الزينة. جبتها لا يمكن من سنة. شوفوا أنا ما راح أجيب لكم بهارات حب خفيفة، كمون ومدري وش وقهوة، لا أجيب لكم أصعب البهارات اللي هو عاد شو اسمه الكركم. ايش شغل انا قبل الدقوق اكلت من جابت لي هذه انا اقوم احطها، يعني من اول امي تحطه بيد نجر وبعدين ما يحتاجها الحين على طول. حظكم من قصر الاواني، امي تشرح اوانيكم. ترى هذه ما تشتغل الا السكر قوة، يعني فيها قفل امان، فيها قفل امان ما شوف شلون باودر هذا الكركم اللي يعرفون البهار وقد طحنوه يعرفون وش معاناته. ثواني ثواني يا بنات، شوفوا شلون صار، شوفوا كيف خيال. ترى الطاحونة عليها ضمان 3 سنوات هوم إليك، واللي يسألون عن الواط شوفوا هنا 1800 واط. طبعا أنا حاطة فوطة علشان أتعكس، بس رهيب. عاد امي تو تقولين، انت تقولين سنة وهي عندي له 1 سنة و6 شهور، يعني 1.5 سنة وهي عند امي. وتكرفة كرف، تعرفون امي تسوي بهارات، فما شاء الله لا اله الا الله. شوف شلون